إذا لاحظوا معي فيما يتعلق بالبرمجة البسيطة، هذا النموذج الأساسي. كما يا محمد أنت سمير اليمين عرض التصميم، هذه التعديلات يا طيب فقط، لا تعمل أي حاجة ما عدا تمسك الألوان وما إليه. طيب هذا بيحتاج لمساحة كبيرة، ليش ما أسرع شوية وأنتقل إلى تصميم؟ شوفوا أنا أعطي ضيف أزرق مثلا، الزر هذا إيش وظيفته؟ إذن هو زر، وهذا الزر مثلا وظيفته يعمل ارتباط تشعبي، وهذا الزر يعمل لي زر وما إليه. أنا عاد أعمل أزرار سريعة تسهيل الأمر على المستخدم، بحيث أضغط هذا الزر وأرسمه. الآن بيقول لي إيش الشيء يكون هذا الزر، أو إيش تكون وظيفته عند الضغط عليه؟ أشتي واحد، لاحظوا عملية تسجيل، لا تسجيل زر يعمل لي إضافة، وسجل أو زر ثاني يعمل لي حفظ، وثالث يعمل لي حذف، ورابع يفعل لي طباعة. هذا الفكرة. إذن إضافة خليه نص، وأسميه مثلا أي، هذا أسميه جديد أو إضافة عادي. إما أشتي واحد ثاني، عملية تسجيلات حفظ، لاحظوا هنا الوجه عمل التالي أقعد لي صورة، أنا مش الصورة، يقول لك هنا نص أو صورة، خلها نص، أكيد النص بتكون أفضل، يقدر أي شخص يفهمها صح. طيب الثالث بيكون حذف السجلات، إذا معي سجل وش يحذفه؟ بالضبط، أنا عاد أخليها نص أهم شيء. الأخير لابد ما يكون طباعة على ميزان الشطبع أو بحث أو ما بس انا عارف على مسيره مبدئيه يعني. هل ايش تعرف هذه البيانات؟ شفت هذا انت بدك تعدل عادي. اذا لاحظوا كيف ارتبهم وانسقهم الان، حددهم كلهم، كبرهم شويه، عمل بالخط يكون اسود يناسب على مدى كبير الصلاه، واسر من ترتيب ترتيب، اقول له اول شيء اعمل لي هذا لا في نفس الاسفل ساوه اليسار، وأعرف من حجم أقول له اعمل لي مساواة في الاتجاه الأفقي ساوه لي، إذا مساواة تراهن. طيب أعرف من تنسي أغير الشكل، يا حبذا لو كان هذا الشكل، ويا حبذا لو كان في نمط مقارب للنمط تبعي يبين. طيب لو يحفظ التغيرات حفظتهم أجربه، هل بيشتغل ولا غير هكذا؟ دلع. إذا عملت جديد المفروض ما يفعل لي؟ أنا بضيف. حلو. جديد يعني بضيف الإدارة رقم 44. إدارة أي؟ هل؟ علي على. حف. خلاص انضافت لي الآن. طيب الشيء انتقل إلى السجل واطبع بيانات هذا السجل. طباعة واستخدم طابعة التدريب المفروشة إكس بي إس. أقدر أطبعها مثلاً إلى صفحة المكتب، يعني الأزرق الآن شغالت ولا لا؟ شغالت أكيد. لو أروح أشوف الملف هذا هو طبع حمي تماماً، طبعاً هذا بيتبع لي الحالي فقط، أيوة ما بيتبعش كلهم، لأنه كلهم هذا وقت التقارير الدرس القادم. طيب وذين الشيء حدث الإدارة رقم 7؟ يقول لك هل أنت متأكد أنك تحذفها ولا لا؟ حذف البيانات لا يمكن، لأنه متضمن سجلات. طيب ليش يحذف واحد من هذه الحاجة؟ هل أنت تستخدم بيقول لك؟ حذف. طيب ليش يحذف؟ يقول لك فاطمة وأخلا حذف. نعم. طيب ما رأيكم تجربوهن؟ لا حذفهن، حذفهن جاء أتأكد.